ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم إبراهيم، how are you? This is our plan إن شاء الله for this month. We'll start سورة الإنسان and we'll recite it this month إن شاء الله. Let's read some ayahs. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Okay, Ibrahim will recite this month till ayah 5, inshallah. Practice it well and see you, inshallah, next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله.